أنا شهربان تقدم لكم قصيدة في مدح الرسول محمد صلى الله عليه وسلم للشاعر المصري الراحل عبد الله البغدادي بعنوان هاج الفؤاد. هاج الفؤاد وفاض بالخفقان للمصطفى خير الأنام بياني. أنا مؤمن عشق النبي ومدحه والحب كان علامة الإيمان. يا خير مبعوث إليك تحيتي وقصيدتي ومحبتي وكياني. يا قبسة النور التي فاضت لنا نورا يضيء على مدى الأزمان. يسري هواك بمهجتي فيشفني وتشع نفسي رحمة وتداني. دنيا المحب رحيبة وبديعة والحب يجعل للحياة معاني. أنت الشفيع إذا تعذر موقفي وهواك أبرأ علتي وشفاني. أنا لم أرم إلا محبة سيدي. يا سيدي أنا في هواكم عاني. أنا مذ ولجت الباب باب رحابكم إبليس ولا مدبرا وقلاني. النور أشرق والسماء تزينت والكون يرفل بهجة وأغاني. وتدثرت بالنور مكة وانبرت تجد البلابل أعذب الألحان. ولد الهدى نور تبلج في الدجى والحور حول المهد صرن قياني. إيوان كسرى قد تصدع يومها وغدا حطيما واهي الأركان. وخبت بفارس نارها يا ويحها لم تشتعل نارا لهم بمكاني. غنت جميع الكائنات تبركا يا خير خلق الله في الأكوان. ما كان عفوا أن تسمى أحمدا ولكل اسم حكمة ومعاني. أنت الحبيب ولي بحبك رفعة وطهارة وتفاخر وتداني. يا رحمة للناس يا نورا سرى في مهجتي وانساب في وجداني. فغدوت زادي حيث أني لم يعد بحاجة للأهل والخلان. هي ذي الحياة إذا عرفنا قدرها لنبيعها بالزهد والإيمان. وتعهدت كيد الإله ولم يزل يرعاك حيث نموت في الغلمان. وبأمره ينشق صدرك في الضحى ويطهراك برقة الملكان. وأثارت الرهبان بعث محمد والناس تنفي قولة الرهبان. ونمى اليتيم على المكارم باقيا وعناية الرحمن في الحسبان. فهو صدوق إذا تكلم لم يقل زورا ولم يرموه بالبهتان. وهو الأمين وقد تفرد وحده دون الخلائق بالنهى والشان. هذه قريش تنازعت وتحفزت للحرب دون روية وجنان. من يحظى بالحجر الكريم لوضعه متكرما ليزين أرقى مكاني. وتسعرت نار وزاد لهيبها لعق الدماء وسورة الغضبان. حتى إذا ما السهم أوشك انفلت خلصوا نجيا داخل البنيان. قالوا نحكم فيه أول قادم إنا تطيرنا بكل جباني. حتى إذا دخل الأمين تهللوا واستبشروا خيرا به وأماني. بسط الرداء وقال حكما شافيا أنهى الشقاق وقر في الوجدان. هذه مناقبه ولست أعدها فالحصر لا يقوى عليه بياني. وتنزل الروح الأمين مبشرا قم يا محمد واهد بالقرآن. اقرأ فهذا البعث
آن أوانه، واهزم رؤوس الشرك بالإيمان. اقرأ فرد عليه: لست بقارئ. اقرأ فأنت بعثت بالفرقان، فالله قد خلق الأنام من العلق، والله يعلم خفة الوجدان. فاصدع بما تؤمر وبشر، إنما أنت النبي قبلة الحيران. وادعوا إلها لا شريك لملكه، وانهض فديتك خاتم الأديان. باتت رؤوس الشرك وهي كلمة من غيظها تغلي كما البركان. بصرت بجمع المسلمين فلم ترى إلا الهدى وتطهر الإنسان. فتميزوا غيظا وطار جنانهم، يا ويحهم من مشرق الإيمان. قالوا: أدين غير دين جدودنا؟ تالله لم نسمع في أي زمان. هو شاعر بل كاهن بل ساحر، أو ناله مس من الشيطان. أيسوي ما بين العبيد وبيننا، واللات لن ترضى بأي هوان. قالت قريش: لو أن مسا نابه لبحثنا عن طب له بمكاني. أو كان يبغي المال جمعنا له ما كان من مال بلا حسبان. أو كان يبغي الملك حقا فليكن أربابنا عن قوله في أماني. فيقول: لا والله لو وضعوا القمر والشمس يا عماه طوع بناني، لأكف عن دين الإله الواحد، لرفضت إني عذت بالرحمن. يا قوم ما لي دعوتكم فتركتكم نور الحياة إلى دجى البهتان. أتجادلوني في الذي خلق الورى؟ قالوا: سنحسم ذاك بالتبيان. إن كنت مبعوث الإله حقيقة قدم إلينا ناصع البرهان. فيقول: ائتوني بآي مثله فلكم تشدقتم بسحر بياني. بدأت قريش تسوم كل موحد حمما من التعذيب والعدوان. وتقول سبوا دين أحمد واكفروا بإلهه والمجد للأوثان. قالوا: وماذا نبتغي من شرككم؟ إنا توجهنا إلى الرحمن. بدأت قريش تسوم كل موحد حمما من التعذيب والعدوان. وتقول سبوا دين أحمد واكفروا بإلهه والمجد للأوثان. قالوا: وماذا نبتغي من شرككم؟ إنا توجهنا إلى الرحمن. أحد أحد فرد صمد، أحد أحد، إنا ابتغينا جنة الرضوان. وتوالت الآيات نورا يهتدي بضيائه الظمآن للإيمان. والحق يسطع والرسالة تكتمل والنور يشرق داخل الوجدان. يا رب جئتك تائبا متوسلا بمحمد في العفو والغفران. يا رب جئتك تائبا متوسلا محمد في العفو والغفران. من كان مولده ضياء للدنا خير الأنام الصادق العدنان. أدعوك أن تهدي النفوس هداية وترد عني وطأة الأحزان. سدد شباب المسلمين فقد غدوا طلاب موبقة ضعاف الشان. وتفرقوا شيعا وظل سبيلهم فكر وإيد وانحطاط بياني. واهدي أئمتنا لدرب رشادنا بشريعتك وبمحكم القرآن. واقبل صلاتي والسلام على النبي أنس الوجود إذا رضى أرضاني. واقبل صلاتي والسلام على النبي أنس الوجود إذا رضى أرضاني. رحمك الله صديقي عبد الله بغدادي، وطيب الله ثراك وجعلها في ميزان حسناتك. ترحم عليك أصدقائي.